جماهير في كل الماتشات. ولكن الاعلام كان قاسي شويه مع كيروش في الاول. كلنا كنا قاسيين على كيروش. انا 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 يعني انا كنت بقول على يعني يعني اختياراته خلاص خلصناها لان هو بدا يعني اتكلمنا فيها كتير. لكن كانت يعني طريقه لعبه ويحط لعيبه في غير اماكنها. اللعيب اللي بيلعب في غير مكانه كان بيتظلم وكان بيتظلم اكتر لما بيطلع. لان انت حطيتني زي ما قلت لك مش مظبوط، ما بقديش بالشكل الكويس، فما بتطلعني كمان بتظلمني اكتر. فالقصه دي. وعلى فكره هنا لازم اشيد بقى، انا هنط نطه كبيره جدا يعني. لازم اتكلم عن محمد شريف في قصه انه يعني نموذج محترم صح. للاعب راقي لم تحدث من قبل. شفتها حاجه زي كده ان انا بلعب 13 دقيقه وبتغير، انت بتتهمني او بتديني احساس ان انا يعني ما عملتش حاجه. فاللعيب ده خروجه وتعامله وتحضره نموذج. يا ما شفنا لعيب عندنا بيفضل يحرك في الملعب ما بيعملش حاجه، لا يفضل يبرم وما يعملش حاجه، ولما مدربه يغيره يطلع يشوح. لا الاسماء كتيره، ممكن هو طالع والناس متعاطفه معاه يعمل اي لقطه تاخد من تفكير الفرقه ولا حاجه. فانا يعني ده بمناسبه الحقيقه يعني في دي بمناسبه. لكن شخصيه منتخبنا يعني قلت او ندرت خزعبلاته وتكتيكاته اللي كان ما احناش عارفينها احيانا.